طيب خلينا الآن نشوف البوينترز ونشوف كيف نقدر نستخدم البوينترز. فأول شيء نعمل pointers.c، وعشان نعمل pointer لازم نعرف ايش هو البوينتر. البوينتر هو عبارة عن مؤشر يؤشر الى داتا مخزنة وموجودة already في الميموري، فما بإمكانك تعمل مؤشر وتستخدمه بدون ما يؤشر الى داتا already موجودة في الميموري، فلا بد يكون عندك داتا مخزنة. فأول شيء خلينا نخزن داتا int x، والاكس هذه نخليها array، والarray نخليها بحجم 5، ولا خلينا نعملها متغير، نقول int n تساوي 5 والx تساوي x of n، يعني x بالسايز ال n. x طيب، فالآن أنا عندي array من 5 خانات أو 5 integers، والأري هذه فيها قيم عشوائية. عشان أعمل لها assignment أنا ممكن أقول إيش loop، أعمل loop وأقول x of i وأدخل الداتا فيها، لكن أنا هستخدم pointer هذه المرة، فهأعرف pointer integer و star ptr. كذا أنا عرفت، عملت declaration لpointer، هذا declaration فقط. البوينتر هذا لا يؤشر لأي شيء، فقط معرف في البرنامج إنه موجود pointer، وهو لا يؤشر إلى أي شيء، فقط address. طيب إلى هذا الخط الآن اللي حصل عندي في الميموري بالشكل التالي، لما أشغل البرنامج هيكون عندي هذه الحالة. x عبارة عن 2 3 4 5، هذه ال x، وعندي البوينتر بهذا الشكل ptr. اوكي، لا يؤشر الى شيء. الان عشان اخلي المؤشر يؤشر الى اول رقم او اول الهيد للاكس ري، ايش اسوي؟ اكتب ptr يؤشر الى الادرس اوف اكس، بمعنى الهيدر او الهيد ادرس، اول ادرس في الاري اكس. اوكي طيب، بعدين عشان استخدم البوينتر لادخال الداتا ايش اعمل؟ اعمل لوب وايل، وخليني اقول وايل كاونتر اي مثلا i اصغر من ال n، اعرف ال i هنا، اقول i تساوي 0، فالان ال i هتكون من 0 الى 4. ايش حيصير فيها؟ هاقول ال الداتا الموجودة في البوينتر، الداتا اوف بوينتر تساوي قيمة ال i، طبعا ال i 0، لو انا بخزن 1 فحقول ال i plus 1، او اني اقول زود ال i اولا وبعدين اعمل ال assignment، فهو حيزود ال i بواحد، فحتصير من 0 الى 1 وبعدين يعمل لها assignment، فحيخزن من 1 الى 5. اوكي، هذا السطر يساوي بما معناه قيمة ال x of i تساوي plus plus i، السطرين هذه متساوية.
ولكن السطر 18 انا استخدمت البوينتر لادخال الداتا، والسطر 19 باستخدم الاري اندكس مباشرة. اوكي خلينا نعمل لهذا كومنت. طيب ادخلت القيمة، الان ابغى البوينتر ينتقل من الادرس الاول الى الادرس الثاني، بعدين انتقل الى الادرس الثالث، بعدين الرابع، وبعدين الخامس. كيف اعمل الحركة هذه؟ ببساطة اقول له البوينتر نفسه زوده. اوكي ففي كل iteration بيزود البوينتر وينتقل للخانات اللي بعدها. اوكي طيب بعد ما تدخل الداتا في الاري ابغى اطبعها، وابغى اطبعها كمان باستخدام البوينتر. طيب البوينتر الان فين موقعه؟ لاحظ البوينتر الان موقعه في اخر الليستة او في اخر الاري، فعشان اخليه يرجع تاني مرة لبداية الاري ايش اسوي؟ اقول له من جديد بوينتر يساوي قيمة الادرس او الادرس اوف اكس. اوكي لا عفوا، مش الادرس اوف اكس قيمة البوينتر، البوينتر يؤشر الى الاكس لانه الاكس هي نفسها اري، فالاكس عبارة عن ادرس للهيدر لهذه الاري. اوكي فلما اقول له البوينتر يساوي الاكس بمعنى انه البوينتر يؤشر الى نفس الهيدر اللي يؤشر لها الاكس. فالان عملت ريسيت، واللي حصل انه اصبح عندي الان البوينتر يؤشر مرة ثانية الى الهيدر اوف اكس. طيب الان اجي للطباعة، ممكن استخدم اللوب مرة ثانية واقول ايش فور، لنفرض فور اي يساوي زيرو اي less than الان واي بلس بلس، وهنا خليني اطبع الادرس print f واقول البوينتر ادرس، واقول البوينتر ادرس حيكون ايش؟ حيكون long unsigned لانه دائما الادرس long unsigned. لا عفوا مش الادرس اللي السايز اوف اللي هي لونج انسايند، هذه حتكون البوينتر بي. اوكي البوينتر بي والفاليو حتكون انتجر، ممكن احطها اي او دي ديسيمال نيو لاين. فهنا حاطبع قيمة البوينتر الحالية بالاضافة الى الفاليو star ptr معناتها الفاليو اوف البوينتر، طيب عشان اتاكد كمان خليني ايش اطبع الاري ادرس او الاري فاليو كمان، فحاقول هنا اري ادرس وفاليو الري ادرس الري فاليو. طيب هنا القيم حتكون ايش؟ حتكون الادرس حيكون عبارة عن الادرس اوف اكس اوف اي، و الفاليو حتكون عبارة عن اكس اوف اي. اوكي وبكده انا بطبع بوينتر ادرس وفاليو، وبعدها للتأكيد بطبع الاري ادرس وفاليو، وكل iteration بيطبعهم مع بعض. بس لاحظ في الiteration الواحدة الاي بتتغير لكن البوينتر ما يزال
في الأول، فأحتاج أعمل نفس اللي عملته هنا، نفس اللي عملته هنا pointer plus plus، بحيث إنه يحدث البوينتر ويعمل أبديت مع الأري. لاحظ الآن البوينتر بيتحدث ويمشي مع الأري. طيب الآن نحفظ ونعمل كومبايل gcc pointer ونقول ptr. الآن ptr، لاحظ الأدرس أو الداتا أول شيء دخلت في الأري عن طريق البوينتر زي ما عملناها في اللوب، والآن في الطباعة بيطبع البوينتر أدرس والقيمة، والأري أدرس نفسها والقيمة. فالآن اللي أصبح البوينتر والأري بيؤشروا إلى نفس الداتا في الميموري. أوكي، هذه واحدة من طرق استخدامات البوينترز. تعال نشوف استخدام آخر للبوينتر في حالة اليونيون والاستراكشر، لما يكون عندك يونيون أو استراكشر. فخلينا نأخذ مثال على يونيون أو استراكشر. استراكشر واليونيون عبارة عن إيش؟ عبارة عن group of data under one name. بإمكانك تستخدمها كبديل للكلاسز في الجافا أو الـ Object Oriented Programming، لأنه الـ C ليست Object Oriented. فنأخذ مثال، نعمل Phone Book أو Contacts، فنقول vim contact.c ونعمل Structure، فنقول Struct Contact. في هذا الـ Structure هنقول عندي character name array name و number. اوكي، pointers ل array و numbers. وعشان استخدم struct contact هذا كdata type، اعمل type def، type def او define type وأسمي contact. أصبح الآن عندي data type اسمها contact، فأقدر الآن أقول contact A ومثلا B ومثلا C، أو عفوا pointer وبرضو D pointer. أوكي، الآن كيف أدخل الداتا في هذا الاستراكشر؟ ببساطة أقول الـ structure name dot الممبر. أوكي، فعندي هنا الممبر الأول النيم والممبر الأول النمبر، وأقول 0 1 2 إلى 9. البي نفس الطريقة بي دوت، ولكن أنا هستخدم البي والسي مع بعض. ليش؟ لأنه زي ما قلنا قبل شوية، عشان تعرف بوينتر، لأنه الآن إلى هنا أنا عملت إيش؟ ديكليريشن لبوينترز من نوع كونتاكت، لكن ما عرفتها، ما عملت الديفينيشن. فعشان أعمل الديفينيشن لهذه البوينترز سي ودي، أنا محتاج إلى داتا موجودة ومخزنة في الميموري. فالبي أنا هستخدمها كداتا موجودة already ومخزنة، وهأعمل إيش؟ هأعمل أقول السي هتؤشر إلى الأدرس حق البي. فالسي تؤشر إلى البي، إذن أنا الآن أقدر أوصل للداتا حقة البي عن طريق السي، وأقول ولكن السي عبارة عن pointer. فطريقة استخدامي للممبرز أو طريقة accessing الممبر هتكون مختلفة. لاحظ في الـ A عشان نريل أنا استخدمت الدوت، بينما الـ C عشان pointer فبستخدم الـ arrow. فالـ C الممبر name
هتساوي مثلا نقول عبد العزيز و النمبر هقول تساوي from 098 إلى 1، وبكده أصبح عندي A و B مدخلة وال A وال C point لل B. طبعا إذا ما كان عندي already داتا مخزنة زي البي ما كانت موجودة وأبغى أستخدم الدي مباشرة، فأنا ممكن أعمل memory allocation بهذه الطريقة. فمثلا عندي البوينتر دي هأعمل له memory allocation، أقول دي cast إلى contact pointer، هيعمل كاست لإيش؟ لميموري اللوكيشن إما لوك ميموري اللوكيشن بأي حجم، حجم size of الستركشر اللي هو هذا، والستركشر عندي أنا عرفته type، فأقول size of contact. فالأوبريتنج سيستم هيروح إيش يعمل؟ هيروح يعمل ميموري اللوكيشن بحجم الكونتاكت، بعدين يعمل له كاستنج كبوينتر ويعطيك البوينتر ويرجعه في الدي. اوكي، فالان الدي اصبحت موجود لها ميموري، مخزن لها ميموري، ولكن مخزنه مباشره. يعني لو نيجي نشوف الميموري الان، هيكون عندي ال A بهذا الشكل، عبارة عن pointer ل two arrays. فعندي هنا هذه الأري الأولى وهذه الأري الثانية، فال A pointers إلى two arrays. البي نفس الشيء، نفس فكرة الاي، خلينا نحطها بلون ثاني، هذه البي نفس فكرة الاي، اوكي، والسي هتكون بوينتر إلى البي، والبي تشبه الـ A. بينما الـ D إيش اللي بيحصل في الـ D؟ اللي بيحصل في الـ D هو إنه بيروح يعمل في الميموري اللوكيشن لداتا بحجم كونتاكت ويرسل لك الادرس حقها على الدي. اوكي، فيصبح الدي يؤشر الى هذه الميموري. طيب تعال الان كيف ادخل الداتا في الدي. ببساطة نفس ما عملنا في السي، دي نيم تساوي نقول محمد و دي نمبر تساوي مثلا 1 2 3 4 5 0. اوكي، طيب الان عشان اطبع انا محتاج الى برنت. فخليني أول شيء أقول printf وحأطبع name، وأقول هذا name string of character، خلينا
ناخذ سبيس وبعدين نروح نيو لاين ونقول نمبر وبرضو string وخليني كمان اطبع ايش الداتا سايز اوف اي لانه هذا حيكون للاي وحنعمل للبي وللسي وحنقول هذا بالبايت. طيب صار الان عندي ثلاث اشياء لازم تنطبع الان اللي هي السايز اوف اي وهذا حيكون بالبايت بعده النيم كيف اوصل له هقول اي دوت نيم اوكي والنمبر اي دوت نمبر والان انسخ نيجي هنا عند ال A نقول هذا replace ال C لأنه ال C تؤشر إلى ال B نفسها فهنا حقول replace ال C بالنسبة لل C حيكون C point to name وبهذه الطريقة وصلنا لل C و الآن هذه الدي اوكي طيب نشوف الأخطاء بيقول في سطر 24 في عندك خطأ في الميموري اللوكيشن اوكي الميموري اللوكيشن هذه فانكشن تحتاج الى اللايبراري نحط اللايبراري هي include stdlib.h اوكي انحلت المشكله الان نجي نقول gcc contact اوكي و contact output فالان contact لاحظ الان قلت له size of a عبارة عن 16 طبع السايز البوينتر a او الستركشر a الداتا صحيحة النمبر صحيح البوينتر on the other hand السايز حقه السايز حقه 8 والداتا صحيحة والنمبر صحيح الدي السايز حقه 8 طيب هذه السايز ايش هي السايز هذه السايز الفاريبل اللي احنا بنتكلم عنه فالان الفاريبل A اللي هو من type contact عبارة عن ايش عبارة عن two pointers لي كاركترز الكاركتر الواحد السايز حق البوينتر عبارة عن 8 بايت فعندي 16 بايت بوينتر للنيم و 16 بايت بوينتر للاي عبارة عن 8 بايت بوينتر للنيم و 8 بايت بوينتر للنمبر السي عندي ايش عندي نفس حجم الداتا المخزن اللي هو 16 بايت ولكن حجم البوينتر نفسه السي 8 بايت اوكي الدي نفس الكلام حجم الداتا 16 بايت بينما حجم البوينتر 8 بايت طيب هل ممكن أقلص الحجم؟ نعم ممكن تقلص الحجم
باستخدامك إذا كان عندك داتا متكررة. فلاحظ هنا أنا مباشرة بستخدم 16 فقط، هنا أنا عندي 16 بالإضافة إلى 8 بايت، فصارت 24 بايت عشان أخزن السي. ليش؟ لأنه السي بوينتر للبي، البي قيمتها زي الاي 16 بالإضافة إلى قيمة البوينتر 8، فثمانية وستاشر 24 بايت. الدي نفس الكلام، الميموري اللوكيشن بتعمل اللوكيت لستين بايت للتو بوينترز بالإضافة إلى البوينتر حق الدي نفسه، فيصير عندك 24 بايت. فاختيارك لطريقة تعريف المتغيرات هو اللي يحكم حجم البرنامج في الميموري، وإحنا بنتكلم الآن عن البرايمري ميموري. اوكي طيب، عشان اعمل دي اللوكيشن، نرجع للكود. عشان اعمل دي اللوكيشن او فري للميموري بكل بساطة، اجي هنا واي ميموري اللوكيشن اعمل لها دي اللوك. دي اللوكيشن كيف؟ فمثلا الدي عملت ام اللوك، اكتب فري دي. اوكي كده عملت فري لل الميموري اللوكيتد لل كونتاكت دي. اوكي طيب، خلينا نرجع نعمل كومبايل ونرجع نشغل البرنامج. شغال. لو استخدمت بدل الاستراكشر اليونيون، اليونيون فكرته شوية مختلفة عن الاستراكشر، بحيث انه بيستخدم ما بيحجز تو ميموري لكل كاركتر، فهو بيجمع كل الكاركترز، او عفوا يجمع كل الفاريبلز او كل الممبرز تحت اكبر ميموري سبيس يحتاجها اليونيون. فهنا الممبرز عندي تو ممبرز نيم ونمبر، وكلها من نفس النوع كاركتر، فكلها تحتاج الى، وكلها بوينترز فكلها تحتاج الى 8. ففي الستركشر حيكون الحالة عندي هي زي ما موجود هنا الآن، الـ A بتعمل لك pointer إلى two pointer إلى two memory، هذا واحد وهذا اثنين، كل واحد 8، فبيصير 16، مجموع 16. لكن في الـ union اللي حيحصل انه حياخد ميموري سبيس كافية للاثنين مع بعض. كيف كافية للاثنين مع بعض؟ يعني لو بخزن نيم بوينتر للنيم حيكفي، لو بخزن بوينتر للادرس حيكفي. حيصير لو استخدمت اليونيون حيصير بهذا الشكل، تو بوينترز، هذه التو بوينترز تؤشر الى 8، الاثنين يؤشروا الى نفس الميموري سبيس. فهذا في اليونيون. تعال نشوف. طبعا في اليونيون طريقة كتابة الكود تماما تماما نفس طريقة كتابة الاستراكشر، فقط بدل كلمة استراكت كلمة يونيون. فتعال نشوف، غيرنا الكود الى يونيون ونعمل كومبايل من جديد ونعمل تشغيل. لاحظ ايش اللي اختلف. في المرة الماضية كانت الـ A size بـ 16. ليش؟ لانه قلنا انها بتحجز pointer بـ 8 byte للنيم، وpointer ثاني 8 byte للنمبر، 8 و 8 16. بينما هنا
أصبحت 8 في اليونيون. ليش؟ لأنها بتحجز داتا سبيس ميموري سبيس واحدة كافية للاثنين، فحجز نيم أو عفوا حجز بوينتر لكاركترز بثمانية بايت. ولما جاء استخدم الميموري وأدخل الداتا على حسب ترتيب إدخال الداتا، يدخل الاسم أول بعدين الرقم، أصبح المخزن في الداتا هو الرقم فقط، لأنه اتخزن الاسم في البداية بعدين جاء وكتب فوقه الرقم واتمسح الاسم. كيف اليونيون هذا يدل لك على أنه الميموري سبيس وحدة. كيف؟ طبعا ليش استخدم اليونيون؟ ايش فائدة اليونيون؟ فائدة اليونيون اذا كان عندك الترناتيف والترناتيف اوبشنز في البرنامج، وفي نفس الوقت كان الهاردوير عندك ليميتد سبيس، فمش شرط انك تعرف ستراكشر لكل تايب وداتا تبي تستخدمها في البرنامج. ممكن تعرفها كيونيون وتعمل سيليكشن عن طريق الكونديشنز، اذا كان يحتاج يعرفها ك الاوبشن الاول او يعرفها كالاوبشن الثاني، وبكذا توفر عليك الميموري اثناء تشغيل البرنامج، وفي نفس الوقت ما تخسر الفانكشناليتي للبرنامج اذا كانت الداتا متشابهه. اوكي طيب،